يا صباح الخير والسعادة والتفاؤل على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح. ابدأ يومك صح. كلنا علشان نبتدي يومنا الصبح صح بيبتدي دايما يومنا بفنجان الشاي أو فنجان القهوة. عايزة أقول أغلبنا، بلاش كلنا، لأن في ناس ما بتشربش منبهات خالص، لكن في ناس مجرد إنها بس تشم ريحة القهوة كده، وأنا منهم بالتأكيد، اليوم بيفرق جدا. ده المزاج الصباحي عند أغلب المصريين. فعشان كده هنبتدي مع حضراتكم النهاردة دراسة. الدراسة دي دراسة جديدة، وأعتقد إنها بتحمل يعني معلومات لطيفة جدا وسعيدة لكل الناس اللي بتحب الشاي أو القهوة. في ناس بتبتدي برضو بالشاي بلبن عشان برضو ما ننساش الموضوع ده. المهم، الدراسة دي معمولة في استراليا عن فوائد الشاي والقهوة. الدراسة قالت إيه؟ أظهرت إن البالغين أو الناس الكبار يعني اللي بيتناولوا كميات كبيرة من الشاي بانتظام، ده بيقلل عندهم نسب الوفاة بالنسبة، وخصوصا في أمراض القلب، بنسب تتراوح ما بين 19%. كمان ان القهوه لها تاثير بيقلل من خطر الاصابه بامراض القلب عند الرجال، واعتقد عند الرجال والنساء بالتاكيد، يعني مش هيبقى عند الرجال فقط. اما بالنسبه للمشروبات الغازيه او الكحوليه، فده بتزيد من خطر الاصابه بالعديد من الامراض. كمان قال الدراسه دي او الدراسه دي قالت ان الشاي فيه مواد مضاده للاكسده، ودي كلنا عارفينها، خصوصا الشاي الاخضر فيه مواد مضاده للاكسده كتيره جدا جدا. المواد دي بتعمل ايه بقى؟ بتزيل الجزيئات الضارة من الدم، وبتمنع تلف الخلايا، بتقلل من التوتر، وبتحسن من عملية التمثيل الغذائي. يعني كل الأخبار جميلة النهاردة، يعني الناس كلها اللي بتشرب شاي بلبن الصبح أو حتى شاي بس، حاجة لطيفة جدا. كمان الشاي بيقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطانات. وبالمناسبة كمان النهاردة هنتكلم بقى عن القهوة. كل محبي القهوة يقعدوا يتفرجوا، عشان هنتكلم على خلطات القهوة، والقهوة المظبوطة إيه، وإزاي تعمل قهوة، والقهوة الغامقة ولا المحوجة ولا الحاجات دي كلها بقى. الناس المحبة للقهوة بشكل عام هيتبسطوا جدا معانا النهاردة. فالنهاردة تابعونا، ومش هنطول على حضراتكم أكتر من كده. وعندنا النهاردة فقرة مخصوصة عن القهوة. صباحكم يا رب كل سعادة وكل نشاط. يلا نبتدي أولى حلقة أو أولى فقراتنا مع 8 صبح. تانية نبتدي بقى سريعا فقرتنا الخدمية اللي بنبتديها دايما مع حضراتكم بحالة الطقس حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية. النهاردة هيكون لسه في استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة. دي طبعا أنباء جيدة جدا على الصبح إن شاء الله، وإن شاء الله هيكون الطقس، يعني اليومين اللي فاتوا كان شديد الحرارة، دلوقتي هيبقى أفضل. مش عايزين نبالغ في التوقعات، لكن بالتأكيد هو أفضل من الأسبوع الماضي. هيكون الطقس شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،
مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية رطب أيضا. متوقع كمان أنه يشهد استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة اللي بتزيد بالأسف يعني وبالتأكيد من إحساسنا بحرارة الجو بقيم بتتراوح ما بين 2 ل 3 درجات، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. متوقع كمان النهاردة هيكون في اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح، وسرعة الرياح بتتراوح ما بين 30 ل 40 كيلو متر في الساعة، ارتفاع الأمواج من 1.5 ل 2 متر. فطبعا الناس كلها اللي بتصيف أو في أجازاتها ياخدوا بالهم من الموضوع ده بشكل كبير، لكن خلينا نشوف بقى انعكاسات دي على درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل المحافظات، البداية من القاهرة. القاهرة واضح طبعا الحمد لله درجات الحرارة لطيفة، 35 أفضل حالا بشكل كبير جدا جدا، 35 العظمى، الصغرى 25، هي والعاصمة الإدارية 6 أكتوبر، فارق درجة واحدة في درجة الحرارة. بنكمل مع السلوم. سلوم 33 23، العلمين الجديدة والإسكندرية 32، طبعا ده درجة حرارة لطيفة جدا لكل المصطفين هناك والمصيفين، وليلا 24. الإسماعيلية 38 25، بورسعيد دمياط نفس متوسطات درجات الحرارة تقريبا 33 27. الغردقة 40 31، طبعا في ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة. الغردقة وشرم الشيخ برضو 42، طبعا درجة الحرارة مرتفعة جدا، لكن برضو بناخد بالنا الغردقة وشرم الشيخ ما بيبقاش فيه ارتفاعات في نسب الرطوبة بشكل كبير جدا جدا، فده ما بيخليش يعني الإحساس بدرجات الحرارة بيبقى بهذا الشكل. 42 30 شرم الشيخ، السويس 38 24. كملين مع درجات الحرارة والوادي الجديد اللي هي دايما بتدينا المؤشر لدرجات الحرارة في الصعيد، 42 طبعا درجات حرارة مرتفعة جدا، وليلا 27، رفح 33 24، طابة 37 25. بني سويف 37 25 هي، والفيوم نفس متوسطات درجات الحرارة، سانت كاترين 31 18. الأقصر 41 29، أسيوط 38 25، هي والمنيا نفس المتوسطات. بنكمل مع محافظات الصعيد ونروح بقى سريعا، حلايب 37 30، شلاتين 40 30، وأسوان بالتأكيد هي اللي بتسجل أكبر ارتفاعات في درجات الحرارة النهاردة 42 30. يعني شايفين إن في ارتفاعات بالتأكيد في درجات الحرارة لكنها أكتر في المدن الصعيد ومحافظات الصعيد، فدايما بنوصي كل أهلينا هناك إن ما نقفش لساعات طويلة في أشعة الشمس المباشرة، لأن درجات الحرارة اللي احنا بنتكلم فيها أو بنقولها لحضراتكم دي بتبقى في الظل، لما تقف في أشعة الشمس بشكل مباشر بتحس بشكل أكبر كتير بدرجات الحرارة. ربنا يعافينا جميعا إن شاء الله، يعني هم يومين وهيعدي بقى درجات الحرارة المرتفعة. من حالة الجو نروح بقى نتابع مع حضراتكم حركة المرور، نشوف من خلال الخريطة المرورية فين الأماكن اللي قد تشهد بعض الكثافات والأماكن اللي فيها سيولة مرورية. دايما بنبدأ من طريق صلاح سالم، نشوف صلاح سالم النهاردة الكثافات المرورية فين، واحنا طبعا في توقيت الذروة الصباحية دلوقتي. لغاية دلوقتي الحمد لله الأحوال في صلاح سالم وكل التقاطعات حوله مطمئنة إلى حد بعيد، حتى عند مطلع كوبري أكتوبر من صلاح سالم دايما أسفله في المنطقة دي بتشهد كثافات عالية. النهاردة الحمد لله ما فيش وجود لأي كثافات في منطقة صغيرة جدا متقطعة لا تؤثر بأي شكل على السيولة المرورية.
طلعنا كوبري اكتوبر من صلاح سالم ومكملين، وفي نفس الوقت بنبص كده على شارع رمسيس تحت لطيف. لغايه دلوقتي الحمد لله ما فيش اي كثافات مروريه. شايفين حضراتكم اللون الاخضر هو اللي غالب اللي بيشير للسيوله المروريه. دايما طبعا بنلاقي كثافات شكل كبير جدا، منطقه غمره النهارده في اتجاه واحد الكثافات اللي هو الاتجاه المتجه لمصر الجديده، الاتجاه الثاني في بعض الكثافات المتقطعه، لكن الاتجاه اللي هو من مصر الجديده للمهندسين هو اللي بيشهد كثافات عاليه جدا النهارده على كوبري اكتوبر في منطقه غمره. لكن بعد كده بعد ما بنعدي وسط القاهره بنرجع مره تانية للسيوله المريه زي حضراتكم ما شايفين، وصولا لكورنيش ماسبيرو. نطلع كده مع كورنيش ماسبيرو ونطلع على كوبري 15 مايو. طلعنا على مايو برضو لطيف، وانت المطلع برضو لطيف لغايه دلوقتي ما فيش الكثافات اللي احنا متعودين عليها. مكملين مع مايو في الاتجاهين الحمد لله يا جماعه. النهارده الكثافات المروريه مش كتير خالص، يعني اقل من المعتاد. بدات تظهر الكثافات المعتاده اللي هي طبعا بتبقى عند ميدان لبنان، لكنها برضو اقل بشكل كبير. هي دايما كثافات بتبقى في الاتجاه من 6 اكتوبر المتجه للمهندسين والزمالك زي ما حضراتكم شايفين، لكن الاتجاه الثاني حركه المرور عليه عظيمه جدا. النهارده نقدر نقول ان هو يوم مروري غير مزدحم. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه. وشايفين الحمد لله النهارده يعني الجو في انخفاضات في درجات الحراره، المرور ما فيش زحمه. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه ان شاء الله ويبقى يوم سعيد علينا كلنا. نروح سريعا نتعرف على أسعار الخضروات والفاكهة، تشوف مواقيت الصلاة. صباح الخير. النهارده فيديو جديد من ازاي اتمرن او ازاي اعيش حياتي من غير الم من البيت. هنعمل تمارين النهارده بالركبه. الركبه مفصل زي اي مفصل، مفصل بتعريفه هو المسافه اللي ما بين عظمتين. عدم استخدامنا للمسافه دي بيخلي الناس يحصل مشاكل في المفاصل. فاحنا النهارده هنعمل اول تمرين مستوى بسيط ازاي يخليني اعرف استخدم المدى الحركي الكامل بتاع ركبتي من غير ما احمل عليها بزياده. اول حاجه هعملها ان انا هرفع رجلي على حاجه اعلى شويه من مستوى الارض، هحط رجلي مثلا على اي حاجه اعلى من الارض. من هنا ممكن اسند ايدي على حاجه لو التوازن هو المشكله، هنزل بالراحه جدا لحد ما وسطي يقرب من كعبي، انا استخدمت المدى الحركي الكامل بتاع ركبتي، وازق بالرجل اللي قدام عشان ارجع تاني مكاني. كده انا ابقى عملت عده، هعمل 12 ل 15 عده. 12 ل 15 عده دول كده انا عملت مجموعه ممكن اعمل 3 مجاميع، وريح ما بين دقيقه ونص ودقيقتين ما بين الثلاث مجاميع. المستوى الاصعب منه سنه هو المستوى الثاني، ممكن احط رجلي على الارض وابدا انزل بالراحه جدا لحد الاخر، لحد ما الركبه اللي ورا تقرب جدا من الارض. من هنا هستخدم الرجل اللي قدام ان هي اللي تقومني علشان اقوم لفوق وارجع تاني بالراحه. كل مره بركز على النزول بالراحه وان انا اطلع، السرعه في الطلوع مش فارقه، المهم ان انا انزل بالراحه. برضو 12 عده، 12 ل 15 عده، ثلاث مرات، اريح ما بين كل مره ومره من دقيقه ونص لدقيقتين. المستوى الاصعب هو ان انا ارفع الرجل اللي ورا هي اللي تكون مرفوعه على البنش او تكون مرفوعه على كنبه او كرسي في البيت. من هنا انا هطلع رجلي قدام
ورجلي ورا، هنزل بالراحه جدا. دلوقتي انا شغال على رجلي اللي قدام مش رجلي اللي ورا، ركبه اللي ورا تلمس الارض واطلع تاني. لو المدى الحركي برده صعب بسبب التوازن، ممكن اسند ايديا على حاجه عشان ابسطها شويه. انزل بالراحه جدا لحد الاخر واطلع تاني. هما دول الثلاث مستويات اللي ممكن امرن بيهم رجلي لوحدها من غير ما احمل على ركبتي بزياده عن طريق ان انا اساعد بيه. يا غدينا عليا يا اهل اسكندرية، شط اسكندرية شط أرحب بحضراتكم مرة تانية. نبتدي أخبارنا البداية مع طبعا قضية غزة التي لا تموت، والجهود المصرية المستمرة لإنفاذ المساعدات، واستمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الإغاثية اللي بيحتاجها أهالينا وسكان قطاع غزة بصفة عاجلة، وده طبعا بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. نفذت القوات الجوية المصرية والأردنية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات ومعونات الإغاثة الإنسانية، وده طبعا للتخفيف من المعاناة عن المواطنين وأهالينا في فلسطين بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة، وده طبعا انطلاقا من الدور المحوري اللي بتقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية للتخفيف عن أهالينا هناك من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأحوال المعيشية داخل القطاع. ويمكن دايما بنأكد في سطر كده وسريعا على دور مصر وعلى موقف مصر الذي لم ولن يتغير من اليوم الأول: رفض تصفية القضية الفلسطينية، رفض التهجير، المطالبة بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي اللي بتحصل في أهالينا في غزة، الوصول وضمان استمرار وصول المعونات بشكل دائم وبشكل عاجل لأهالينا هناك، وبالتأكيد الدفع للوصول لحل الدولتين. فطبعا موقف مصر من هذه القضية لا يقبل أي نوع من المزايدات، وهو موقف ثابت على مدى التاريخ. نروح لملف مهم جدا وهو ملف الاقتصاد، ويمكن دايما بنأكد على الشهادات الدولية الخاصة بالاقتصاد المصري، ودايما بيبقى فيه إشارات من العديد من المنظمات الدولية أو التقارير الدولية على أن مصر بقت من أفضل الجهات ومن أفضل الوجهات لجذب الاستثمارات الأجنبية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير، التقرير ده تضمن انفوجراف بيسلط الضوء على ما أورده تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، وده بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا، وده للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية. التقرير كمان تناول الحديث عن أبرز التعليقات في هذا التقرير على الاستثمار في مصر، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في قارة أفريقيا كلها، اللي هو البالغة الاستثمارات في أفريقيا كلها 52.6 مليار دولار، وده لعام 2023. كمان التقرير أضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات هامة جدا لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية بتبلغ 10.8 مليار دولار، وده بجانب الإعلان طبعا عن مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة
لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليار دولار. دايما بنتكلم على موضوع الاقتصاد من المواضيع اللي طبعا فيه تحديات عالمية كبيرة جدا جدا، فبنلجأ للتقارير العالمية. التقارير العالمية أعتقد أنها بتخرج بدون أي نوع من المجاملات، فهذا التقرير بيدل أن احنا على الخطوات الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخصوصا في مجالات الهيدروجين الأخضر اللي طبعا فيه زي ما حضراتكم شايفين أن احنا داخلين إن شاء الله نكون من المراكز والأساسية لتصديره وإنتاجه لكل المنطقة، سواء كان منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا. من الحاجات اللي مش عايز اقول مخيفه، لكن طبعا كلنا اتخضينا، ومن الحاجات اللي اصبحت متكرره وبقت بتثير التساؤلات ان هو حالات الوفاه بالنسبه لصغار السن، وكمان مش صغار السن بشكل عادي، لا كمان ان هما بيبقوا بيلعبوا رياضه، بيبقوا في حاله جيده جدا المفروض، وبعد كده نفاجئ ان هو في سن يعني مبكره جدا جدا بتحصل حالات للوفاه نتيجه توقف عضله القلب مفاجئ. طب السبب ايه؟ وده يمكن كلنا ويمكن الوسط الرياضي المصري وكل بيت مصري بالتأكيد، مش الوسط الرياضي بس، كان آخر قصة كانت عن سباحة مصرية صغيرة عندها 15 سنة يعني توقف قلبها أثناء التمرين، وده كان يوم 1 يونيو الماضي، وبعد كده دخلت بقى المستشفى ومرة واثنين وثلاثة وتوقف قلبها 3 مرات، ويعني ربنا يرحمها يا رب، وإحنا طبعا بندعو لأهلها بالصبر إن شاء الله ربنا يصبرهم. لكن إيه السبب؟ وده بيخلي ناس كتير تبتدي تقلق، طب أنا أودي ولادي التمرين، هو أنا المفروض زي ما الكبار السن دايما بننصحهم اللي هو مثلا عند مثلا بعد منتصف الثلاثينات أو الأربعينات إن إحنا لازم نروح بشكل دائم نعمل نطمئن على صحتنا، هل كمان الأطفال لازم نعمل معاهم كده قبل ما يروحوا التمرينات، لازم إن إحنا نروح نكشف على صحة القلب؟ طب إيه السبب إن إحنا بقينا نشوف الموضوع ده متكرر؟ أسئلة كتيرة جدا هنحاول نحصل على إجاباتها. معانا على التليفون دكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب بكلية طب القصر العيني. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. دكتور هشام، طيب احنا هنحاول نرجع مرة تانية للدكتور هشام، لكن خلينا نرجع لشذا. شذا طفلة صغيرة وهي بطلة السباحة، يعني نتكلم في حد كان طول عمره رياضي، واللي عارفين او بيلعبوا رياضة السباحة عارفين ان هما دايما بيبدأوها منذ الصغر، فمعنى كده ان احنا بنتكلم عن حد ما شاء الله يعني صحته جيدة جدا ما عندوش اي مشاكل. طب ايه اللي ممكن يؤدي ان بنوتة صغيرة زي دي عندها 15 سنة يحدث لها فجأة توقف عضلة القلب؟ هو ده التساؤل اللي احنا خايفين منه. طب هل ان كل ساعات الامهات والابهات بيبقوا عايزين، طبعا مش ساعات، دائما عايزين اولادهم يتفوقوا بشكل كبير جدا في التمارين الرياضيه سواء ما كانوا بيلعبوا ايه، طب هل الضغط عليهم ممكن لا قدر الله يؤدي لده؟ هل لازم قبل ما اودي ولادي لاي تمرين ابتدي اعمل عليهم كشف كامل عشان اتاكد من صحتهم والصحه القلبيه بتاعتهم؟ ده اللي احنا هنحاول نتعرف عليه. رجع لنا مره ثانيه الدكتور هشام صلاح الدين، استاذ امراض القلب بكليه الطب القصر العيني. صباح الخير يا فندم اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وطبعا موضوع ان هو الاطفال في سن صغيره وان هم يفقدوا حياتهم، ربنا يا رب يرحم الجميع، نتيجه توقف عضله القلب اتكرر او بدانا نسمع عنه بشكل اكتر، يا ترى ايه الاسباب؟ وهل فعلا لازم الام والاب قبل ما يودوا ولادهم ان هم يلعبوا اي رياضه يبتدوا يعملوا لهم بقى زي الكبار كده من ان لاخر كل 6 شهور او كل سنه يطمنوا على صحتهم القلبيه؟ اتفضل. أكيد طبعا ده مهم جدا إن هو يتعمل كشف وفحص كامل لكل واحد عايز يلعب رياضة حتى في الصغار السن. الحقيقة الموضوع طبعا يعني بقاء للنفس، أي حد من اللي توفوا حاجة تبقى أخبار حزينة جدا طبعا، بس أنا طبعا اللي أنا عايز أأكده إن أولا الموضوع ما هوش جديد، أصلا بقاله يعني بيذكر في الميديا بقاله أكثر من 100 سنة، دي يمكن حاجة بس ما كانش محطوط عليها راس واضح، ولكن الموضوع موجود من زمان. بس الحالات دلوقتي بقت أكثر يا دكتور، أو بنسمع عنها بشكل أكبر، وخصوصا كمان اللي بيخوف إن هم في الرياضيين، يعني ناس يعني سلام جدا وسن صغير، احنا بنتكلم في 15 سنة. صح طبعا، بس برضو الميديا هي اللي بتبين الموضوع، لأن يمكن زمان ما كانش الميديا بالقوة دي، دلوقتي الموضوع كله بيتعرف. مفيش دولة في العالم ما بيحصلش فيها وفيات في للأسف اللاعبين بتوعها،
وده موجود من زمان وبيحصل وفي انجلترا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وكل حته. الفكره بس ان احنا لازم نبقى فاهمين انه اهميه الفحص قبل الرياضه ده حاجه مهمه جدا، لان في بعض المشاكل ممكن طبعا احنا لازم نبقى فاهمين ايه اسباب الوفيات دي. اولا واحد من كل 100,000 رياضي كل سنه بيتوفى. امريكا لوحدها بيحصل تقريبا 75 وفاه للاعب حتى في صغار السن في المدارس كده، 75 لاعب في السنه، وده رقم مش صغير. الاسباب الرئيسيه بتبقى اسباب مصدرها القلب. احيانا بيبقى عندهم حاجات وراثيه زي تضخم في عضله القلب، حاجه بنسميها هايبرتيك كارديوميوباثي. حاجات ثانيه زي عيوب خلقيه في الشرايين التاجيه، بتبقى الشريان التاجي احيانا طالع مش من مكانه الطبيعي، وده بيعرضه اكثر لبعض الضغط او كلام من ده بيخلي الشريان ما يوصلش دم كفايه للقلب. حاجات ثانيه انواع معينه من المشاكل في الجهه اليمنى من القلب. حتى احيانا بعض الناس اللي عندها ارتخاء في الصمام المترالي، بس طبعا دي حاجه منتشره، بس لما بيكون معاها مصاحبه ارتجاع ضخيمه في الصمام او معاها اضطرابات وضربات القلب، ده بيزود نسبه الخطوره شويه. وللاسف الشديد احيانا القلب ظاهريا ما يكونش فيه حاجه واضحه، ويكون المشكله في بعض المسارات للكهرباء بتاعه القلب او بعض الحاجات، حاجه بنسميها تشانلوباثي، بتزود فرصه انه يحصل اضطرابات شديده في ضربات القلب. الرياضيين طبعا المفروض ان هم بيبقوا صحتهم احسن، ودايما بنقول بيبقى عندهم كارديك ريزيرف او عندهم ان هم يقدروا يجروا اكثر وبيقدروا يلعبوا اكثر، بس برضه احيانا اما بيبقوا ضاغطين على نفسهم زياده عن اللزوم بيخلي ده برضه الجهاز السمبثاوي عندهم يبقى شغال بقوه جدا جدا. ده مش معناه الواحد ما يلعبش رياضه، بالعكس يلعب رياضه بس يعمل قبلها فحص. طب يا دكتور، هل في مؤشرات ممكن اشوفها على ابني او على بنتي اللي بتمارس الرياضه ممكن تخليني ابتدي اخد بالي لا احسن يكون عندهم كذا، لا احسن في حاجه ممكن لازم اوديهم للدكتور يكشفوا؟ في حاجات بتظهر مؤشرات ولا بتبقى حالات فجائيه؟ في كده وفي كده. طبعا الفحص قبل ما يبتدوا يلعبوا ده اساس، بس كمان المفروض الفحص يحصل دوريا، يعني مش معنى ان انا عملت فحص من فتره ان انا ما اعملش تاني. يعني بالنسبه لصغار السن بتكلم دوريا اللي هو كل قد ايه؟ يعني مش قادر اقول لك رقم بالظبط، بس يوجوالي ممكن نقول مثلا كل سنه ولا حاجه. بس ده برضه يعتمد على كذا حاجه، من ضمنها هو عنده اي مؤشرات، عنده حاجات تخليه عرضه اكتر من غيره. طبعا احنا فكره ان يكون في اعراض، احيانا بيكون في اعراض وللاسف احيانا ما بيكونش في اعراض خالص. كونه مثلا بينهج بسرعه دي مؤشر، كونه لو حصل له فينتنج اتاكس او ان يحصل له نوبات اغماء طبعا ده مؤشر مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه. طبعا وجود تاريخ مرضي في العيله، ان مثلا الوالد او الوالده عندهم مشاكل قلب اصلا، او عندهم جينات وراثيه، او عندهم كوليسترول وراثي، او حد في العيله بيحصل له وفاه مفاجئه. احنا برضو مش عايزين نخلي يبقى في حاله من الخوف او كده، بس في نفس الوقت لازم نبقى ناخد بالنا بالتاكيد. بس في نفس الوقت لازم نبقى واعيين، وفي نفس الوقت لازم نعمل الحاجات الصح، ان احنا نعمل فحص دوري وكلام. طب هل في طرق للوقايه؟ طرق للوقايه اساسا ان انا ابقى واحد صحي. ما في رياضيين للاسف وبيدخنوا، ما في رياضيين ودي كارثه ان هو يكون بيدخن او كده، دي مشكله. مهم جدا الاكل الصحي، مهم قوي ما ياخدش الحاجات اللي هي مثلا بعض البروتينات اللي هي فيها حاجات محطوطه زياده كده عشان يبني عضلات وكلام من ده. أيوة. اللي شفنا منها مشاكل مكملات الزياده انابوليكس والكلام ده، لان احيانا ما بتبقاش كلها حاجات كويسه، في بعضها بيبقى يعني في مشاكل. فمهم جدا جدا الفحص الدوري لنمره واحد، ونمره اثنين المحافظه على الصحه العامه زي اي حد ثاني طبيعي، ما يدخنش، يحاول يحافظ على الوزن النسابي، وفي نفس الوقت ان هو يعني لو في اعراض حتى لو عامل فحص قبل كده يكشف فيه.
بالتأكيد. شكرا دكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب كلية طب القصر العيني، ومرة تانية بنوصي حضراتكم بالتأكيد ناخد بالنا من ولادنا، وبلاش الضغط عليهم بشكل كبير جدا في التمارين زيادة. طبعا حلو أن ولادكم يتفوقوا في التمرين ومن الأبطال، بس ناخد بالنا بالتأكيد علشان ربنا يا رب يعافيهم جميعا ويخلي لكم ولادكم. ونروح بقى للحدث الأهم والأبرز في المنطقة العربية كلها بالتأكيد، وفي الشرق الأوسط، الحدث الترفيهي الأول دلوقتي على الخارطة السياحية العالمية والعالم عالمين. نروح لمدينة العالمين وسحر هذه المدينة، وتقرير من زميلتنا خلود الرفاعي حول أبرز فعاليات المهرجان اللي تمت أمس. نشوف التقرير ونرجع كمل مع حضراتكم. النهارده بنعمل بطولة أول مرة تتعمل في مصر، اللي هي وان أند وان. دي حاجة ممتعة جدا، فيها متعة أكتر. كرة القدم معمولة للمتعة، وإحنا حاجة من الحاجات اللي بتفرح الناس في مصر كرة القدم. الناس بتحب الكورة، فهيشوفوا أي حاجة فيها كرة قدم وفيها متعة هتلاقي الحضور كتير، وفكرة كويسة. طبعا مش هنلاقي أحسن من مكان هنا نعمل فيه البطولة. الملعب نفسه الفيو كمان عالمي، يعني يخلي الواحد بيلعب ونفسه مفتوحة، فأنا شايف إنها حاجة كويسة جدا. مكان لذيذ والأجواء لذيذة، والموضوع إنه معمول على البحر وفي العالمين وكده، فالموضوع الجو كويس والبطولة معمولة بشكل كويس، فبفكر ان انا اخش يعني اشارك وكده. لأقصى درجة، ويعني نقوله للأطفال والكبار وكل حد. فرحة الأطفال قد إيه جميلة يعني، والكبار وكله فرحان يعني. الجو حلو كله، الدنيا تمام كلها خالص، إحنا مبسوطين والأطفال مبسوطة وكلنا فرحانين أكيد. المهرجان العالمين حاجة حلوة للسياحة برضو، وما شاء الله الموسم ده حاجة جميلة جدا وحاجات جديدة وكلها للناس برضو، مش لازم تيكت ولا حاجة، الناس كلها مبسوطة النهاردة. جاية مع ماما وبابا وقرايبي. أكتر حاجة عجبتني التنورة والساحر برضه. اتبسطت جدا ومبسوطة اني جيت، والصراحة مكان حلو جدا. اتبسطت جدا والمكان حلو قوي، وأكتر فكرة عجبتني الساحر والتنورة. أكتر حاجة كلهم صراحة عجبوني وكلهم حلوين، وأنصح كل الناس إنها تيجي، هيتبسطوا قوي. حقيقة المهرجان بيخاطب كل الطبقات، بيخاطب كل الفئات من المجتمع، كل الشرائح العمرية زي حضراتكم ما شايفين، وكمان كل الجنسيات، لأن احنا بنتكلم على مهرجان بيخاطب العالم كله. شايفين العديد من، يعني بنتكلم على 5 مهرجانات في مهرجان واحد، غير كمان مهرجان نبتة، يعني 6 مهرجانات بتنبثق من مهرجان واحد فيها كل الأنشطة. بنتكلم مهرجان للفنون والغناء بالتأكيد، والحفلات من أجمل الحفلات اللي شفناها ولسه هنشوفها. هنتكلم طبعا عن حفلة القيثارة ماجدة الرومي والقيصر بالتأكيد كاظم الساهر، يعني من الأحداث اللي ناس كتير جدا جدا مستنياها. كمان بنتكلم على المسرح، مهرجان مسرح العديد من المسرحيات. بنتكلم مهرجان للفنون، للترفيه، حتى الأكل والطعام، لمهرجان الرياضة، يعني العديد من المهرجانات. خلينا نتكلم على أهم هذه الفعاليات. معانا على تليفون الأستاذ حاتم جمال الناقد الفني. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. صباح النور يا أسماء، وزي حضرتك وعلى كل المشاهدين صباح الفل. يعني احنا بنتكلم في النسخة الثانية من المهرجان، وهو مهرجان بالتأكيد ولد يعني عملاق، نجاح كبير جدا جدا، صدى واسع على مستوى العالم. الأسبوع الأول كان حافل بالعديد من الفعاليات المهمة. خلينا نتكلم عن فعاليات الأسبوع الأول، وبعد كده نروح بقى للأسبوع الثاني والبداية مع نجوم العالم العربي الكبار، وحفل كبير جدا، وطبعا حفل القيصر والقيثارة العربية. فخلينا نتكلم الأول عن فعاليات الأسبوع الأول، تفضل. هو اسمحي لي بس ألقي الضوء بس على مدينة العالمين كمكان مهم جدا في جمهورية مصر العربية. طبعا احنا عندنا ناس مش عارفة حجم الإنجاز اللي اتعمل في هذه المدينة. السينما المصرية والسينما العالمية أرخت شكل مدينة العالمين قبل
ما تبقى بالشكل قبل ما تدخل الجمهوريه الجديده وقطار التنميه يواكبها. فهنلاقي في افلام كتيره جدا ناقشتها، وفي افلام مصريه زي الاشرار، جحيم تحت الماء، جحيم تحت الارض وغيرها. فمدينه العالمين تعتبر دلوقتي قطار التنميه من الشرق للغرب، من سيناء الى مدينه العالمين، مرورا بالعاصمه الاداريه وفي كل محافظات مصر. دي اول حاجه. لو رجعنا للمهرجان بقى، المهرجان السنة اللي فاتت اكتسب أرضية كبيرة جدا لدى الجمهور المصري والعربي، استطاع ان هو يفرض سيطرته على الوطن العربي بوجود مهرجان قوي مؤثر في المنطقة. انا ما بعتبرش المهرجان مجرد مهرجان، انا بعتبره تظاهرة فنية، لانه مجموعة من المهرجانات الفنية والترفيهية والرياضية والسياحية، بتعرض كل حاجة بتتناسب مع كل الأجيال. فأنا بعتبره أنه هو تظاهرة. بدأ هذا المهرجان هذه الدورة عملاقا كما بدأ الدورة الماضية. فعندما نجد أن الأسبوع الأول حافل بالحفلات، ويكفينا حفل محمد منير الذي كان له أثر كبير على الوطن العربي كله طبعا، فنعرف ان هذا الحدث مهم. لما نعرف ان الاسبوع الثاني من المهرجان في القيصر قاسم الساهر مع ماجد الرومي، في يعني ربما ده ما شفتش مهرجان في الوطن العربي كان فيه هاتين القامتين. فاعتقد ان المهرجان بيكتسب قدرات كبيره جدا كل يوم عن الثاني، الجمهور بيروح له، الوطن العربي كله بدا ينتبه لان عندنا مهرجان قوي استطاع ان هو ان يثبت تواجده بقوه امام مهرجانات زي جرش، زي غيرها من المهرجانات العربيه المختلفه. ايوه. طب خلينا نتكلم كمان على مشاركة وزارة الثقافة. الحقيقة لها مشاركة كبيرة جدا في أكتر من 100 فعالية، وكمان بتعمل في عروض زي ما احنا شفنا عروض التنورة، وكمان حتى لأول عام أو لأول مرة هيكون كمان في معرض لكل الحاجات التراثية الجميلة. فاحنا بنتكلم على مشاركة مهمة جدا من الوزارة. هي وزارة الثقافة مشاركة بقوة كمان في المهرجان، مش بس من خلال التنورة أو الحاجات ديت، لا ده القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة مشاركة، زي الأوبرا، زي الإنتاج الثقافي، حفلات يومية بتبقى موجودة من وزارة الثقافة. هي فعاليات تخدم هذا المهرجان، لأن هذا المهرجان تتظفر فيه كل الجهود، مش بس وزارة أو هيئة أو مكان واحد. وزارة الثقافة قدمت الدعم الجسدي من خلال التنورة، ومن خلال عروض الأرجوز أو الساحر أو حتى السيرك أو غيرها من هذه الفعاليات، بجانب الفنون الشعبية والفلكلور، وده مهم جدا في لترسيخ هوية الفن المصري لدى المواطن أو حتى الزائر السائح اللي جاي يتفرج على جو ترفيهي، فبيشوف جو مختلف عن ما هو شافه قبل كده. فمش وزارة الثقافة بس، لا ده جميع الوزارات تكاتفت مع الشركة المتحدة طبعا. والشركة المتحدة استطاعت أن تقدم محتوى جيد جدا في هذا العمل، استطاعت ان هي تجمع عدد كبير من الفنانين، عنقود، نجوم انا بعتبرهم عنقود الجواهر اتلمت كلها بتاعت غناء الوطن العربي، واتحطت في عنقود واحد اللي هو مهرجان العالمين، من عمرو دياب ومحمد منير وحتى الشباب، ممثل في مساري اجباري والفرق المختلفه ودينا وديدي. احنا طب خلينا نتكلم كمان بشكل سريع بس عن مهرجان المسرح، لان في العديد من العروض المسرحيه، يعني عروض فيلم رومانسي، مسرحيه فيلم رومانسي، مسرحيه زي ستات عايزه ايه، حدوته قبل النوم، دكان احلام، يعني العديد من المسرحيات كمان هيتم عرضها من خلال هذه الفعاليه. احنا عندنا 10 مسرحيات افتتحت السنه دي في مهرجان العالمين. 10 مسرحيات، هيبقى فيها عدد كبير من النجوم، فيها مسرحيات هتبقى مسرحيات استعراضيه غنائيه، دي كانت مبتعده شويه عن المسرح اللي موجود المتعارف عليه عندنا في مصر. اعتقد ان المسرح دوت هيبقى فيه عدد كبير من النجوم، سواء كان نجوم شباب او نجوم صف اول. اعتقد ان هذه الفعاليات
بترسخ اكتر قيمه المهرجان اللي والتنوع البرايك. اللي عاوز يسمع غنى، اللي عاوز يروح مسرح، اللي عاوز يروح سينما، اللي عاوز يروح سيرك، اللي عاوز يتفرج على يتمشى في الشارع، يعني في برايك كبيره جدا في المهرجان. شكرا الاستاذ حاتم جمال الناقد الفني. ومره ثانيه بناكد هذا المهرجان بيخاطب كل الفئات، كل الشرائح العمريه، كل الجنسيات، وهو المهرجان الاكبر والابرز كحدث ترفيهي على مستوى العالم العربي ومنطقه الشرق الاوسط كله. لكن احنا هنتكلم عن المقوله دي بس بشكل تاني، بشكل ضريح، هنعرف ايه قصه هذه المقوله، ايه ان الذوق ما خرجش من مصر ده. هنرجع لعصر المماليك ومقام سيدي الذوق اللي بيحمل هذا الاسم، وهو رجل من تراث خاص، صاحب مقام وصاحب عقل وحكمه. المقام ده بيقع اسفل سور القاهره الفاطمي في نهايه شارع المعز، له العديد من القصص الحقيقه، لكن خلينا نتعرف على قصه صاحب المقام وايه الأصح والأقرب لهذه القصة. معنا على التليفون دكتور العربي صبري عمارة، أستاذ الآثار الإسلامية والعمارة بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. إيه بقى قصة هذه المقولة والقصة الحقيقية لصاحب هذا المقام؟ طبعا مقولة الذوق ما خرجش من مصر دي مقولة حقيقية. الشعب المصري شعب يبتسم بالذوق والجمال وأدب السلوك في كل شيء. المقولة هنا بترجع لفترة زمنية قديمة مرتبطة أكتر بالقصص الشعبي والحكايات الشعبية الشفهية. يعني لما نرجع لأصل المقولة فهي عبارة عن تراث شعبي بيحكي قصة حد كان اسمه الذوق، والبعض بيقول اسمه حسن الذوق، وكأنه كان رجل كريم ومحبوب وكان من الفتوات. يعني هو اسمه فعلا يا فندم حسن الذوق، ولا ده بيرجع ان هو كان حسن التعامل مع الناس، كان ذوق في التعامل فاطلق عليه هذا اللقب؟ هو غالبا لقب اكتر من اسم، ولكن الشهره بتاعته كانت بهذا الشكل. وطبعا ده في الروايه الشفهيه، احنا دايما في الاثار بنلجا او بنشوف ايه المصادر بتاعتنا اللي بتاكد لنا المعلومه. ففي بعض الروايات الشفهيه اللي بتقول حسن الذوق او الذوق، واللي بتوصفه بانه كان حد من الفتوات في القاهره، وانه كان له دور كبير في الاصلاح ما بين لما تحصل مشكله ما بين الناس، وان حصل في مره من المرات ان الناس ما سمعتش الكلام واهتدت لكلامه، فالامر ده ادى الى يعني سجن معظم الفتوات، وانه كان هيكون واحد من الناس اللي هيتسجنوا. فقال فمن حزنه ان لم ينفذ له كلام، اراد انه يخرج من القاهره ولكنه مات على بابها. فقال الذوق ما خرجش من مصر ودفن في المكان القريب من السور الشمالي للقاهره. مقوله ثانيه بتقول لا، ده كان حد من اولياء الله الصالحين اللي كان عايش في المكان ده في داخل القاهره، وانه مات عند سور القاهره واتعمل له مقام او ضريح في المكان اللي مات فيه. برضو عندنا رأي تاني بيقول لا، ده كان حد مغربي من التجار المغاربة اللي كانوا عايشين في مصر وعاش عمره كله في المكان ده، وبعد كده لما كبر في السن ولاده حبوا ياخدوه يرجع المغرب، وكان حزين جدا على الأمر ده ومن زعله يعني رفض انه يخرج، او لما ضغطوا عليه خرج معاهم فمات برضو عند اسوار القاهره فدفن في المكان ده. فكان خلاصه الامر انها عشان يقول فكره ان الذوق ما خرجش من مصر. كل دي طبعا روايات شفهيه، ما عندناش مصادر تاريخيه بتؤكد الامر ده. يعني ما فيش روايه بعينها بتؤكد اي من الروايات هي الاصح. بالظبط، ولكن احنا عندنا حاجه مهمة جدا اللي احنا من خلالها دايما بنتبع الاثار. احنا عندنا في ضريح موجود وما نعرفش. خلينا نتكلم بقى عشان نستثمر الوقت مع حضرتك عن هذا الضريح، على الوصف التفصيلي ليه زي ما احنا شايفين من خلال الصور. بالظبط، هو ضريح مبني من الطوب وله قبه صغيره مع من الحجر وعليها هلال، طبعا مصلي باللون الاخضر وعليها هلال ذهبي. هل الضريح ده مكتوب عليه كتابات ضريح سيدي الذوق، سيدي العارف بالله الذوق؟ طيب هل الضريح ده فعلا بينسب لهذه الشخصيه؟ وهل تاريخه كما ورد على بعض المواقع وعلى بعض الروايات بيرجع للعصر المملوكي؟ اولا قضيه انه يرجع للعصر المملوكي طبعا ده امر يعني بعيد عن الصحه، لان احنا ما عندناش اي مصدر من المصادر التاريخيه اشار لوجود حد او وجود ضريح في المكان ده، رغم في كتب كانت متخصصه عن الزياره وعن الاضرحه، ما حدش ذكر لنا اسم ضريح في المكان ده بهذا الاسم. ده رقم واحد، ده شيء مهم جدا طبعا. الحاجة الثانية فكرة الخرائط، احنا دايما بنرجع للخرائط اللي بتتكلم عن
الاثار وعن مكانها. خرائط لحد الحمله الفرنسيه المكان ده خيالي جدا، معلهوش ما فيش فيه اي اضرحه ولا اي مقامات ولا اي شيء. ولكن بيبدا بقى يظهر من سنه 1911 يظهر ضريح في المكان ده. يعني الخرائط اللي اتعملت سنه 1911 يعني اذا في بدايه القرن العشرين بدا يظهر خرائط في المكان ده، وفي المكان ده مكتوب فيه ضريح الشيخ سعيد، ضريح الشيخ سعيد في المكان ده. ومقابل له قريب من باب النصر وجد اسم ضريح الزوق. يعني اذا في فعلا حد باسم الزوق، في حد باسم الزوق، وغالبا كان ولي من الاولياء اللي كان المصريين بيوجلوهم ويحبوا ان هم يدفنوهم في الاماكن الخاصه بهم. كان دايما عند اسوار المدن يدفن الاولياء بالشكل ده. ولكن المكان اللي ورد فيه اسم الزوق اقرب لباب النصر منه لباب الفتوح. اذا الشاهد في الموضوع كله ان الضريح طبعا ده الموجود هو ضريح صاحبه الوارد في الخريطه باسم الشيخ سعيد، انه ظهر في بدايه القرن العشرين وانه لم يكن له وجود قبل ذلك. ارتبط في الروايه الشعبيه الشفهيه المصريه، ما خرجش من مصر. شكرا الدكتور العربي صبري عمارة، أستاذ الأثار الإسلامية والعمارة بجامعة القاهرة. ودايما بنأكد لا الذوق ولا الجمال ولا الحضارة خرجت من مصر. لحظات ونرجع نستكمل مع حضراتكم. مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لغيت يا مصر. مصر 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 مصر، متلاقيش مثال ست كل عصر، ضلة جنب ملة تسوى ألف قصر. متلاقيش مثالها ست كل عصر، ضلة جنب ملة تسوى ألف قصر. ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا جو مصر، ولا سحر مصر. مصر 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 هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لغيت يا مصر. مصر 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 يا أرض المحبة، يا غالية يا مصر، رحنا ونور عيوننا لحياتك يا مصر. يا أرض المحبة، يا غالية يا مصر، رحنا ونور عيوننا لحياتك يا مصر. لولا كان ميلادي في أرضك يا مصر، واتمنيك يا بلدي تبقى أمي مصر. مصر مصر أحب حضراتكم مرة تانية. قراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، معنا للتعليق عليها الأستاذة مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن. صباح الخير يا أستاذة مروة. صباح النور أستاذة أسماء، أهلا بيكي. البداية من الوطن وملف خاص، أعتقد الموضوع مهم جدا جدا. بنتكلم على التشجير، صفحة 4 التشجير، شريان حياة أخضر، ورقة جديدة لمصر، حلم 100 مليون شجرة، صمام أمان لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، البيئة، المبادرة بتستهدف 9900 موقع على مستوى الجمهورية لزراعة غابات شجرية وحدائق على مساحة 6600 فدان. بالتأكيد مبادرة رئاسية مهمة جدا لتحسين البيئة، لجودة الهواء، لتعزيز التنوع البيولوجي. خلينا نتكلم على هذه المبادرة وأهميتها. طبعا احنا هنا برضو بنتكلم عن خلق رئة جديدة يتنفس بها المصريين ومصر. احنا بنتكلم عن مبادرة مهمة جدا، هي مبادرة التشجير، وزي ما حضرتك اشارتي واشار التقرير ان هي صمام الامام امام التغيرات المناخية اللي احنا طبعا اللي مش بس مصر بتواجهها، بيواجهها العالم اجمع. الشجر هي مصنع الاكسجين، لان هي يعني بيتم امتصاص ثاني اكسيد الكربون.
تقريبا بتمتص 63% من الغازات المسببه للاحتباس الحراري بيسبب التغيرات المناخيه. احنا عندنا مبادره رئاسيه طبعا يعني اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا، مكملين عليها في الحكومه الجديده، وهي مبادره التشجير. الحلو في المبادره او الحلو في اي حاجه تتعلق بالبيئه، مش بس كمان ان الدوله واخده فيها خطوات وهي يعني الوعي البيئي ده، كمان عندنا في يعني تكاتف ما بين المجتمع المدني وما بين المواطنين الشعبيين. احنا بنلاقي تشجير في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد، بنلاقي تشجير في المدن، في كمان مبادره تشجير الطرق السريعه زي مثلا محافظة الإسماعيلية ومحافظة اسكندرية. عندنا الكل بيتكاتف من أجل بيئة يعني أو من أجل سياحة بيئية أو من أجل بيئة صحية للمواطنين. احنا هنا بنتكلم عن الشارع اللي بيبقى فيه شجر بيبقى فيه كتير من انخفاض درجات الحرارة، يعني بيهون حتى ارتفاع درجة الحرارة على المواطنين في الشارع. فاحنا بنتكلم عن مبادرة مهمة جدا، بنتكلم عن سياحة بيئية، بنتكلم عن وعي بيئي مهم جدا جدا بتقوم به الدولة المصرية، بتقوم به كمان الحكومة متمثلة طبعا في وزارة البيئة بالشراكة كمان مع وزارة التنمية المحلية، ان هي كمان عليها دور في زراعة الأشجار في المحافظات. بنتكلم عن 80 مليون شجرة بحلول 2029 عام 2029، فده مهم جدا. بنتكلم كمان ان وزارة البيئة كمان خلال 7 سنوات مفروض ان هي تزرع 13 مليون شجرة، فمبادرة مهمة جدا لصحة المواطنين ويعني وفقا كمان لسياسة الدولة والحكومة الجديدة. واعتقد انه الناس كمان بقى عندها وعي بده. احنا كمان بنلاقي الاطفال الصغيرين في المدارس بتخفض تقريبا 20% من الانبعاثات الحية، ودي طبعا نسبة مهمة جدا جدا تؤثر على طبعا على رئة المصريين جميعا المناخية. طيب نروح لليوم السابع، ملف مهم جدا على صفحتين الحقيقة، الحكومة والبرلمان في خدمة المواطنين، صفحة 4 و5، تقييم نواب الشعب لبرنامج الحكومة الجديد ولجنة لدراسة بيان الحكومة، خطوة مهمة في الرقابة البرلمانية. ابناء الإنسان المصري أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بالنواب، وزير الصحة والسكان تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي بحلول 2030، نستهدف رفع الإمدادات والأدوية والمستلزمات الطبية ل 2 مليار دولار سنويا. وإحنا بنتكلم في العديد من الملفات الحقيقة لازم نتوقف طبعاً عندها، لكن خلينا نتوقف عند بعض أهم هذه العناوين في هذا الملف الهام. اليوم هيتنتهي عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب برئاسة أحد يعني وكلاء مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين. اليوم هيتم رفع التقرير العام من قبل 42 نائب مجتمعين من 6 أيام بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة في البرلمان. متوقع إن شاء الله يوم الخميس الساعة 11/18 يوليو هيكون الجلسة العامة لمنح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة. بعد رفع التقرير العام لطبعا المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، طبعا الحكومة الجديدة يعني عندها طموحات وأمال. خليني أقول أنه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة اللي جاءت تحت شعار مع نبني مستقبلا مستقبلا مستداما كانت بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته. وهنا بنتكلم عن اللي اتكلم فيه وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار، وكمان هو كمان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، عن ضرورة بناء الإنسان المصري. بنتكلم في الصحة، بنتكلم في التعليم، بنتكلم عن حياة أفضل، بنتكلم عن تنمية عمرانية، حياة كريمة، بنتكلم عن إعداد يعني جيل مستقبل بيشارك في اليوم وكمان بيصنع يعني قادة الغد، بنتكلم عن المرأة. فده كل ده بيتضمن تحت بناء الإنسان المصري. بنتكلم عن منظومة الصحة واللي تحدث عنها الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة أنه تشمل كافة المواطنين، يعني منظومة التأمين الصحي الشامل تندرج تحتها 100% من المصريين بشكل كامل. عندنا كمان حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية. بنتكلم عن بناء اقتصادي تنافسي لجذب الاستثمارات المحلية طبعا والخارجية، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني. وخليني برضو أشير أنه الحمد لله مصر يعني تقدمت في ملف الأمن القومي كثيرا، والحمد لله شهدت استقرار كبير
الحكومة تعهدت قدام البرلمان وقدام الشعب بان هيتم طبعا بناء اقتصاد وطني، وان هيكون في يعني حلول جذرية لكافة المشاكل اللي يعني موجودة في مصر، كمان مش بس يعني حلها بشكل طبيعي، لا ده حلها بشكل مدروس علميا وعمليا لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة. خليني اقول انه المناقشات اللي كانت بتتم يوميا في مجلس النواب للجنه المختصه بدراسه برنامج الحكومه اللي هو عباره عن 300 صفحه، المناقشات دي كانت بتخرج للراي العام، ناس كانت بتشوف قد ايه طموحات وبرامج الحكومه، كانت بتتعرف على ابرز الملامح للحكومه الجديده اللي هي وضعت 3 سنين عمل لتنفيذ هذا البرنامج. خليني اقول انه في تفاؤل بالحكومه الجديده، كمان في تفاؤل لدور واشراك البرلمان في وضع سياسات الحكومه وتقييمها قبل كمان اقرارها عشان يقدر يحاسب الحكومه الجديده، فهيكون يعني هو عارف البرنامج والخطه تم وضعها تم تقييمها، وهيكون في دور رقابي من اعضاء مجلس النواب على الحكومه الجديده. طيب الختام من اليوم السابع والصفحة الأخيرة، الحقيقة بنتكلم في ملف مهم جدا، ملف السياحة. الأقصر بلدنا بلد سواح شتاء وصيف، أفواج من آسيا وأمريكا الجنوبية وإسبانيا وصربيا ورومانيا تتصدر الزيارات في عاصمة الحضارة الفرعونية. نتكلم على ملف السياحة، ملف عامر في مصر بالتأكيد، ويمكن بنتكلم على أو دلوقتي إحنا في مهرجان من أهم المهرجانات السياحية الشاطئية الفنية في المنطقة، مهرجان العالمين، وكمان مع ارتفاع درجات الحراره برضو بنتكلم ان ما شاء الله الاقصر احنا عايزين نمسك الخشب ان احنا عندنا رواج سياحي طبعا. وشايفين كمان دول يمكن تكون مش مطروحه او غير معتاده في هذه او النوعيه من السياحه. خلينا نتكلم على هذا الملف. خليني اقول لك انه انا يعني يعني بطبيعتي بحب قوي الاقصر واسوان، ويعني عندي انحياز شديد قوي لكل قطعه في بلدنا، يعني رحله بس يعني انا برضو بشعر انه مصر فعلا مش بس تمتلك هوا رائع واماكن سياحيه كتيره، يعني انا مثلا هحكي لك لسه يعني الاقصر مثلا بالنسبه لي هي رحله الشتاء والصيف، فاحنا نشوف الاقصر في ارتفاع درجه الحراره اللي حضرتك اشرتي اليها الصبح، انه محافظات الصعيد عندها ارتفاع درجه حراره، لاقي السياح افواج من السياح ووفود كبيره جدا من دول العالم عشان تزور معبد الكرنك ومتحف الأقصر وتتفرج على آثار مصر، تركب البالون اللي هي الرحلة السياحية الرائعة طبعاً. اللي يعني أنا جربتها يعني في حياتي في الأقصر وكنت مستمتعة، وقد إيه كنت وأنا ماشية بقول الله عليك يا مصر الله على بلدنا. الأقصر من فوق البالون كانت رائعة حقيقي. مصر يعني سياحة رحلة سياحة شتوية وسياحة كمان صيفية، وزي ما حضرتك أشرتي كمان مهرجان العالمين هو خير دليل لذلك. طب خلينا نتكلم برضو في ملف السياحة، احنا بنتكلم ان عندنا خطة ان شاء الله للوصول ل 30 مليون سائح، فلما بنيجي نتكلم على مهرجان زي مهرجان العالمين أهميته في سياحة شاطئية سياحة رياضية سياحة حفلات، وبنتكلم في نفس الوقت على هذا النوع من السياحة رغم مرة تانية التأكيد على ارتفاع درجات الحرارة، لكن شايفين من آسيا وأمريكا الجنوبية إسبانيا صربيا رومانيا، يعني في دول كتير في أفواج من دول غير معتادة إن هي تكون موجودة، شايفة إزاي إن إن شاء الله في مؤشرات للوصول قريبا لهذا الرقم؟ خليني أقول لحضرتك على تقرير أنا قريته في إحدى المواقع الأجنبية عن ارتفاع السياحة ربع الأول من 2024 في مصر. أيوة وده أشاروا إليه جدا إنه النصف الأول في 24 يعني بلغ عدد كبير 7 مليون سائح تقريبا في مصر زادوا. عندنا كمان انه الحكومه الجديده وضعت اولويات لارتفاع عدد السياح في يعني وفقا لبرنامج الحكومه الجديده ارتفاع عدد السياح سوري ل 7 مليون سائح هيكون في تواجد كبير ليه، كمان ايرادات السياحه ايرادات بالدولار. السياحه المصريه خليني اقول انه احنا يعني يمكن نكون حسنا مستوى الخدمه في مصر عن خدمه السائح، خلينا نقول استقرار الأمن والأمان في مصر كان سبب ومهم جدا للسياحة في مصر. يعني أنا كسائح أجنبي لما أكد أو ألاقي كمان أنه مشاهير العالم بيكونوا عند الأهرامات وبيكونوا في الأقصر وبيركبوا البالون وفي العالمين حاليا، ما احنا عايزين نتكلم برضو نفتح بقى فايل بقى لوحده كده بنتكلم على السياحة الشاطئية والفنية والخاصة طبعا مهرجان العالمين. خليني أقولك أنه أنا زرت مهرجان العالمين وبرضو كنت مبسوطة قوي، قد إيه بلدنا حلوة، قد إيه سبقتينا بالزيارة والله حقيقي الأقصر والعالمين، قد إيه العالمين حلوة،
قد ايه. انا كمان شفت مثلا، خليني اقول مثلا الرصد ليه، خلينا نتكلم سريعا كده على الاسبوع الاول من المهرجان. الشاطئ مثلا اللي عاملاه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه للمواطنين، وقد ايه الناس مستمتعه، وقد ايه يعني تقرير مثلا حضرتك عرضتيه عن من عالمين، وقد ايه الاطفال الصغيرين وهم جايين يتبسطوا بالمهرجانات والعروض الثقافيه. انا لما اكون في مركز ثقافي وعارفه اني هعرض في مهرجان عالمي بيشوفوا العالم كله، انظار العالم الان تتجه لمدينه العالمين الجديده. عندنا سياحه رائعه، المباريات، احنا لاول مره بنسمع عن يعني العاب شاطئيه، ما كانتش مصر دايما يعني مهتميه بالالعاب، ناس بقت عندها اهتمام بالالعاب ديت، عايزه تروح تتفرج، عايزه تشجع اللعيبه اللي هناك. في اجواء كده فرحه في انشطه على الارض وانشطه في السماء. يعني ايوه طائرات طبعا. ايوه يعني خلينا نقول انه السياحه دي كمان بيكون ليها رواج في العالم كله، اللي هي سياحه اللي هي الطائرات والقصف ده، فده حاجه العالم كله بيبقى مستمتع بيها، ودول كتير نفذتها، وبنشوف حتى على السوشيال ميديا قد ايه الناس بتبقى مستمتعه بيها. فالمصريين بيجربوا دوت، والناس بتجرب، ومش بتجربيه بس، ده انت بتجربيه بقى وبتشوفي أجمل منظر جمال، يعني قطعة من الجنة على أرض مصرية. مصر تستحق المكانة، وأنا أتوقع إن شاء الله أنه مهرجان العالمين مش بس هيكون مهرجان عالمي، إن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب، ووفقا لخطة الدولة والبرنامج الجديد للحكومة والقيادة السياسية، أتوقع أنه والشركة المتحدة هيكون مهرجان عظيم وعالمي، ومش هيكون العالم عالمين، هتكون مصر يعني أرض العالم وأرض السياحة. طب سريعا، ما ننفعش أن احنا نتكلم على المهرجان ما نتكلمش على حفلتين مهمين جدا جدا جدا، يعني القيصارة ماجدة الرومي والقيصر قاسم الساهر. يعني العشق زي ما يعني انا ماجده رومي تحديدا وقاسم الساهر طبعا. يعني مين مش فاكر خيالي قاسم الساهر كان بيقف في ليالي زمان على مسرح مصر، فهيغني في العالمين الجديده. ناس حابه قوي الحفلتين، الناس يعني متشوقه جدا. ماجده رومي انا شفتها على مسرح في مكتبه اسكندريه، حضرت لها حفله قد ايه كده وهي بتغني، تحسي انه صوت لبنان ممزوج بعظمه مصر في حاجه، يعني كمان هيكون مع الشواطئ والبحر وسياحة مصر وجو مصر، فأتوقع أنه حديث مصر هتكون حديث العالم في مهرجان العالمين. اخيرا برضو علشان استثمر وجودك معنا، لازم واحنا بنتكلم مهرجان العالمين لا نغفل باي حال من الاحوال تواجد القضيه الفلسطينيه طبعًا. من خلال طبعًا. رفع العلم المصري جنب علم فلسطين، وكمان 60% من الارباح طبعا علشان المساعده التاهيليه في غزه. خلينا نتكلم على هذه النقطه على وجه التحديد، علشان طبعا دور مصر الهام في طبعًا. هذه القضيه، يعني ما فيش مزايدات على ده، مصر يعني فلسطين في القلب، وفلسطين في قلبنا كلنا، برغم من المهرجان، برغم من كل الاحتفالات، إلا القضية الفلسطينية في قلب مصر وحاضرة في مهرجان عالمي. وخليني برضو لا توصلها من خلال القوة، خليني أقول لك يعني خليني أقول لك إنه إيصال القضية الفلسطينية في مهرجان عالمي للسياح الأجانب وللعرب والمصريين، وقد إيه العالم كله زي ما بيرصد يعني رواج السياحة في مصر ووجود المشاهير والحفلات، كمان بيقول إنه تم رفع علم فلسطين على مهرجان عالمين، ده قد ايه مهم، ورساله مهمه جدا للعالم اجمع انه فلسطين واللي بيحصل في فلسطين هو في قلب مصر، واهتمام كبير من مصر، ودايما هيكون موجوده فلسطين. كمان الشباب وهم بيحضروا الحفلات كانوا بيرسموا علم فلسطين وبيرفعوا علم فلسطين. حفلة طبعا الكينج محمد منير شهدت كمان طبعاً. يعني أغنية يعني أصغر طفلة في فلسطين يعني فقد إيه فلسطين هتفضل حاضرة في الوجدان المصري. وفلسطين مش قضية من قضايا، يعني مش مثلا قضية عربية أو ليها علاقة بالعروبة، لا، فلسطين في القلب حقيقي، وهي جزء من الأمن المصري. شكرا ضيفتنا الكريمة الأستاذة مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، شرفتينا وأفدتينا يا مروة، شكرا لوجودك معنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. احنا مدينة على البحر الأبيض المتوسط، العالم عالمي، أجمل بقعة في العالم. Thank you على المهرجان.
نار في البشر وملف بناء الإنسان من الملفات المهمة جدا اللي اهتمت بيها القيادة السياسية. عشان كده لما نروح لبيان الحكومة هنلاقي محور من أهم المحاور اللي تم عرضها من خلال هذا البيان هو محور بناء الإنسان. إزاي إن احنا نحصل على تدريب، على فرص العمل، على التقليل من معدلات البطالة، توفير فرص للعمل، زيادة معدلات التشغيل سواء كان داخليا أو خارجيا. في جهود كبيرة جدا بيتم بذلها في هذا الملف. خلينا نتعرف عليها. بيشرفنا في الاستوديو الاستاذ عبد الوهاب خضرة، المتحدث الرسمي باسم وزاره العمل. اهلا بحضرتك وصباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا بحضرتك. والبدايه من النقاط الاساسيه في بيان الحكومه الخاصه بملف العمل في ملف بناء الانسان. اولا يا فندم، بقراءه سريعه في البيان الحكومه الجديده الذي القاه دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امام البرلمان منذ ايام، بقراءه سريعه في هذا البيان نجد ان الحديث دائما عن الاستثمار وعن جذب الاستثمار وعن التشجيع على الاستثمار وعن المناخ الامن للاستثمار يعني يرتبط دائما بكلمات من نوعيه بيئه العمل اللائقه. أيوة. يعني احنا دايما بنتكلم في الاقتصاد والسياسه ده البناء الفوقي وده البناء التحتي، يعني اذا كان هناك استقرار سياسي فهناك استقرار اقتصادي. هي منظومه متكامله، وده اللي اكد عليه دوله رئيس مجلس الوزراء ان جميع الوزارات بتعمل في منظومه واحده ومتكامله. أيوة. في الحقيقه ان بيئه العمل اللائقه هي اساس الاستثمار واساس التشجيع للاستثمار. اي مستثمر بيجي من الخارج بيدور الاول على هذه بيئه العمل اللائقه. خلينا نوضح معناها. معنى بيئه العمل اللائقه يعني هناك تشريعات عمل متوازنه وعادله. أيوة. تحقق التوازن والعداله بين طرفي العمل الانتاجيه، صاحب عمل وعامل. ترسخ ثقافه الحقوق والواجبات بين الطرفين. الالتزام والامتثال لمعايير العمل الدوليه داخل بيئه العمل. ده الجزئيه اللي كان بيؤكد عليها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الاخير في عيد العمال، اللي هي الامتثال لمعايير العمل الدوليه. توفير السلامه والصحه المهنيه داخل بيئه العمل. عزيز. السلامه والصحه المهنيه داخل بيئه العمل بتعني الحفاظ على صحه العامل والحفاظ ايضا على ادوات الانتاج. ايضا بيئه العمل اللائقه من شروطها عماله ماهره ومدربه، يعني مش ممكن اي مستثمر يجي من الخارج يشوف عماله مثلا غير ماهره غير مدربه، يعني غير مدربه على المتغيرات التي يشهدها سوق العمل حول العالم كله اللي بتؤكده كل منظمات العمل الدوليه. دي بيئه العمل اللائقه اللي هي اساس الاستثمار. احنا عايزين نتوقف عند كل نقطه في بيئه العمل اللائقه، يعني مثلا ملف مهم جدا زي ملف التدريب. نعم. اكيد في جهود كبيره في هذا الملف. تمام يا فندم. اولا يعني كده احنا خلصنا من او يعني عملنا تحليل سريع لقضيه العمل او ملف العمل في البيان الحكومه الجديده اللي القاه الدكتور مصطفى مدبولي. هننتقل الى البيان الوزاري الذي القاه معالي وزير العمل محمد جبران امام اللجنه البرلمانيه المختصه بدراسه البيان الحكومي. ده كان يوم السبت من هذا الاسبوع. معالي وزير العمل محمد جبران اكد على مجموعه من النقاط الاساسيه وهي الخطه المستقبليه لترسيخ ثقافة بيئة العمل اللائقة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. وهذه النقاط احنا يعني لخصتها في 9 نقاط أساسية. الإسراع في إصدار قانون العمل. الإسراع في إصدار قانون العمل، الدولة والرئيس سيسي يعني في خطابه طالب ووجه وأوصى بسرعة إصدار هذا التشريع، وهذا التشريع حاليا مطروح على ما يسمى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، حاليا بيتم مناقشته علشان سرعة إصداره. ليه عايزين نسرع في إصداره؟ لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، لتحقيق التشجيع على الاستثمار. بالمناسبة هذا القانون أو هذا القانون يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، ومصر فيها قوة عمل بتقترب من 30 مليون. وهنا كل القطاعات، كل القطاعات، كل من يعمل بأجر في مصر يطبق عليه هذا التشريع، ولذلك تكمن أهميته. في نقاط معينة ممكن نبقى عارفين أو نتوقف عندها في هذا القانون، إيه اللي ممكن يبقى فيه نقاط مطلوب تغييرها من في القانون القديم والمفروض تخرج في القانون الجديد؟ يعني مثلا سرعة التقاضي، فكرة سرعة التقاضي إذا حصل نزاع بين صاحب العمل والعامل. هناك يعني في القانون الحالي بيبقى فيه يعني وقت طويل جدا، دلوقتي بقى فيه يعني في التشريع الجديد هناك سرعة في عملية التقاضي بحيث ان كل واحد بياخد حقه بشكل كبير جدا. ايضا يعني التعريف الخاص بالحد الادنى للاجور، ايضا موضوع ثقافة يعني اهمية وجود سلامة وصحة مهنية في بيئة العمل. كل ما يرتبط
بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل هذا القانون بينظمها، حتى موضوع التدريب المهني، حتى الأعمال غير المنتظمة، كل ما له علاقة بملف العمل هذا التشريع. ولذلك الرئيس حريص دايما في خطاباته التي تخص ملف العمل أن هو يوجه بسرعة إصدار هذا التشريع. ولكن يعني نحن يعني حريصون أيضا والدولة حريصة على أن هذا التشريع يصدر بتوافق الجميع، الحكومة هنا توافق المجتمعي، توافق الجميع، الجميع اللي هم طرفي العملية الإنتاجية اللي هو صاحب العمل والعامل. الحكومة تقف موقف المحايد، موقف يعني حريصة على خروج طبعا تشريع متزن. الجزئية الثانية تكثيف الجهود في سياسة التدريب من أجل التشغيل. هذا الملف من الملفات المهمة جدا طبعا، اللي أيضا الدولة المصرية بتوليها اهتمال، واللي أكد عليها معالي وزير العمل محمد جبران في بيانه أمام اللجنة البرلمانية إن الوزارة، وزارة العمل لديها من الآليات والأدوات والمديريات العمل المنتشرة في كل المحافظات التي نعتبرها أبرز أزرع الوزارة في تنفيذ الخطط في ملف التدريب المهني. قطعت طبعا شوطا كبيرا وتقطع شوطا كبيرا في هذا الملف المهم بتوجيه من القيادة السياسية إن احنا حريصين ان احنا يكون عندنا عمالة ماهرة ومدربة. ولذلك معالي الوزير اكد ايضا على اهمية تشكيل لجنة وزارية في بيانه اللي ألقاه قدام البرلمان، يعني الهدف منها دراسة سوق العمل ودراسة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية، بحيث إن هو هنا عندما معالي الوزير عندما يؤكد على هذه الجزئية فهو أيضا يؤكد على اتجاه الدولة بشأن التنسيق بين الوزارات فيما يخص هذه الملفات. وزارة العمل مع توطين العديد من الصناعات الجديدة، بنتكلم في صناعات خاصة بالتكنولوجيا، صناعات السيارات، في العديد من الصناعات هيبقى في توطين بتبقى محتاجة عمالة مدربة. يعني حضرتك في مصانع جديدة دلوقتي وفي استثمارات، كل هذه المصانع أي صاحب عمل بيجي عايز عمالة مدربة. وزارة العمل من أبرز الوزارات اللي هي مهتمة، بل هذا هو الملف الأساسي لديها هو التدريب. وزارة العمل عندها مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة في كل المحافظات، تقوم بتدريب الشباب على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل، بتساعدهم أيضا على إقامة مشروعات صغيرة، يعني تساعدهم على يعني زيادة الدخل الخاص بهم، يعني مثلا متفوقين في مثلا تدريب مهني خاص مثلا بمهنة الخياطة والتدريس على سبيل المثال، بيتم منح السيدات يعني ماكينات خياطة إلى آخره، فبتساعدهم أيضا يعني لا نكتفي فقط. الجزئية الثالثة اللي هو دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وده طبعا معالي الوزير محمد جبران أكد عليه في بيانه أمام اللجنة البرلمانية. دمج ذوي الهمم في سوق العمل، ذوي الهمم يعني أخذوا حقهم يعني زي ما بيقولوا التالت ومتلت في عهد الرئيس السيسي طبعا. عام 2018 أطلق الرئيس السيسي على هذا العام عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018 اللي هو بيلزم المنشآت والشركات بأنها تعين نسبة 5% وزارة العمل. هناك توجيه وهناك حرص من معالي الوزير محمد جبران أكد عليه في بيانه إلى كل المديريات. وبالمناسبة بعد ساعة من دلوقتي حيكون في اجتماع الأول لمعالي الوزير مع مدير المديريات على مستوى الجمهورية في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا اللقاء سوف يعني يشهد يعني توجيهات مشددة ومحددة. وزي معالي الوزير ما قال ان احنا بصدد تشكيل يعني إدارة او فريق عمل يسمى فريق عمل المتابعة، بحيث ان اي قرارات او اي توجيهات لابد ان يكون هناك مدد زمنية محددة يتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع. فهذا اللقاء ذوي الهمم الوزارات المديريات، يعني معالي الوزير اكد على ان احنا مستمرين في خلي بالك حضرتك ان عندنا المديريات فيها ما يسمى بمفتش العمل ومتابعة تنفيذ القوانين في المنشآت، وطبعا بيتم تكثيف هذا الدور بحيث ان احنا نشارك ونكثف الجهود من اجل دمج ذوي الهمم في سوق العمل طبعا. ولا يقتصر الامر على ذلك، ولكن ايضا ذوي الهمم بيكون لهم نصيب في التدريب المهني المجاني، بحيث برضو ان احنا نأهلهم لسوق العمل. النقطه الثانيه التوسع في قاعده بيانات ودعم ورعايه العمل غير المنتظم. هقول لحضرتك على واقعة يعني يمكن معالي الوزير محمد جبران ذكرها. قبل ما يتولى الوزارة بساعات قليلة الحقيبة الجديدة منذ أيام، يعني شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي اثنين من ذوي من العمالة غير المنتظمة في مدينة بنها بيستغيثوا، بيقول الحكومة مش شايفانا. وعلى يعني بالفعل هو يعني ذكر هذه القصة وقال إن أنا أول ما شفت هذا المشهد أو هذا الفيديو إن أنا إن أول لو توليت هذه الوزارة أول حاجة أعملها هجيب الاثنين بتوع ذوي الهمم كرسالة
للرأي العام وكرسالة من الدولة أن الدولة مهتمة بهذا. وبالفعل تم استقبالهم في وزارة العمل وتم دمجهم أو تم تسجيلهم في منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل علشان يحصلوا على الخدمات، ولم يكتفي بذلك بل تدريب أبنائهم وأيضا إيجاد فرص عمل. يعني ممكن نقول كده سؤال، يعني حضرتك بتتكلم على منظومة العمالة غير المنتظمة، هل دلوقتي عندنا في من خلال هذه المنظومة بيان أو يعني زي ما نبقى عارفين قد ايه عندنا عماله غير منتظمه في وزاره العمل؟ بص يا فندم، وزاره العمل يعني عندها طبعا وزاره العمل عندها ما يسمى بحسابات العماله غير المنتظمه. هذه الحسابات يعني اقول شبه صندوق، صندوق للعمالة غير المنتظمة. هذه الحسابات موجودة في كل المديريات، هذه الحسابات موجودة في عندها وحدة تنفيذية تم تأسيسها داخل وزارة العمل بحيث حوكمة هذا الموضوع. وهذه المنظومة في توجيه طبعا في البيان الحكومة الجديد وبيان معالي الوزير قدام اللجنة إن الوزارة هتركز الفترة الجاية على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتقديم الخدمات لها، موضوع ايضا الاستمرار في يعني منصات الكترونيه بحيث انه تسهل على المقاول ان هو يسجل بيانات العماله غير المنتظمه بشكل سريع، التوسع في قاعده البيانات، تقديم الخدمات. يمكن برضو يا فندم من يومين كان في واقعه في الاقصر، في اثنين من العماله او ثلاثه من العماله غير المنتظمه لقوا حتفهم بسبب حادث معين، وبالفعل وجه وزير العمل محمد جبران، وكان ساعتها على فكره وقت القاء البيان قدام اللجنه البرلمانيه، وجه الإدارة المختصة في الوزارة بصرف 200,000 جنيه لكل متوفي من حسابات العمالة غير المنتظمة. الخدمات اللي بتقدم زي ما قلت لحضرتك لما تصل لحالة الوفاة بيحصل على 200,000 جنيه، لما في خدمات صحية وطبية هناك أيضا 6 منح بتمنح للعمالة غير المنتظمة على مدار العام. معالي الوزير عمل، احنا عايزين بس سريعا بقى لان احنا وقتنا للاسف انتهى بشكل سريع. احنا وصلنا لغاية دلوقتي العمالة غير المنتظمة رقم 5. بس الجزئيه في العماله غير المنتظمه ان دلوقتي في توجيه من معالي الوزير للمحافظات، بدانا بمحافظه القاهره ان يتم، وهو بالفعل معالي الوزير نزل امبارح الى يعني مناطق تجمعات العماله غير المنتظمه لحصرهم وتقديم خدمات بشكل كبير لهم. رقم أربعة تشكيل مجموعه من الوزارات والجهات المعنيه لدراسه اثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، ودي احنا قلناها بالظبط. عقد شراكات مع شركات خارجيه لتوفير فرص عمل للشباب بالخارج تحت اعين الوزاره. معالي الوزير يمكن من يومين برضه التقى بالمدير العام لمنظمه العمل العربيه السيد فايز المطيري، وتم الاتفاق على خطة عمل مستقبلية لإيجاد فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية، ومعرفة الشركات الخارجية محتاجة إيه ونوعية المهن اللي محتاجة عشان نقدر نوفر لهم فرص العمل. التواصل مع منظمة العمل العربية هو أيضا في برنامج الحكومة عندما تحدث معالي دولة رئيس مجلس الوزراء عن تعزيز التعاون مع العلاقات الدولية. إحنا عندنا منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية في تعاون جيد. أنا بس أستاذ حضرتك طبعا، لكن حضرتك لازم تشرفنا مرة تانية لأن ملف مهم جدا جدا في العديد من النقاط الهامه، لكن اعتقد ان احنا عملنا شرح للعديد من النقاط. شكرا. وفي يا فندم لو سمحت بس في حاجه سريعه، لو سمحت حاجه سريعه ربع دقيقه بالظبط. معالي الوزير يعني امبارح يعني كان في تصريح مهم جدا هو خاص بتوجيه تنبيه على الساده المواطنين ان هو عدم الانسياق وراء الشائعات، لان الفتره اللي فاتت كان في يعني بعض الصفحات الوهميه وبعض الشركات الوهميه اللي بتستغل المواطنين باسم وزاره العمل، فعلى المواطنين اي خدمه من خدمات الوزاره ان هم يلجؤوا للوزاره او مديريات العمل. نقطة مهمة جدا جدا. شكرا للأستاذ عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، شكرا لوجودك معنا أفدتنا. منتخب جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي حقق المركز الأول على العالم في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، وده كان معمول في الدار البيضاء في المغرب في دورته 36. النهاردة هم في ضيافتنا أبطال هذا العرض سالب صفر، مشرفينا في 8 الصبح. خلينا نتعرف على أبطال العرض. مصطفى طلعت مؤلف العرض المسرحي سالب صفر، أهلا بك يا مصطفى وألف مبروك. أهلا معك. محمود توفيق الحاصل على جائزة أفضل ممثل بالمهرجان، أهلا بك يا محمود وألف مبروك. محمود عبد الشافي برضو عضو في فريق العرض المسرحي سالب صفر، أهلا بك وصباح الخير وطبعا ألف مبروك. والجميلة الوحيدة جاية لوحدها يا عيني مريم محمد عضو برضو في فريق المسرحي سالب صفر، أهلا بيكي وصباح الخير وألف مبروك. الله يبارك. أول حاجة توقفت عندها الاسم كاتش جدا سالب صفر، فخليني أبتدي مع المؤلف.
اشمعنى سالب صفر؟ اوكي، انا في البدايه بس حابب اشكر حضرتك على استضافتك. احنا اللي بنشكركم، رفعتوا راسنا ودايما يا رب في مقدمه الصفوف. ربنا يخليك. وحابب اشكر برضو الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس على دعمه الكامل لينا وللانشطه الفنيه طول الوقت. يعني سالب صفر هي بتعبر عن محتوى العرض. أيوة. سالب صفر هي معادله مستحيله. مفيش حاجه اسمها سالب صفر. حقيقي. عشان اللي بيحصل جوه العرض ما ينفعش، مستحيل يحصل. فهو فجبت منه المدلول بالظبط. وانت عشان دارس سيجاره فقلت بقى في الموضوع خدته بشكل معادله فيزيائي شويه، فجه سالب صفر. بحييك على الاسم الحقيقي. شكرا. طيب برضو خليني معلش انا هستمر معاك عشان تعرفنا على ايه هو اللي سالب صفر داخل العرض. اوكي. المسرحيه بتحكي عن في منظمة سرية بتيجي لعالم فيزياء مهم جدا في أمريكا اسمه دكتور أرنست، بتطلب منه أنه هو يعمل شريحة علشان تتزرع جوه الإنسان وتسيطر على أفعاله وسلوكياته وأفكاره وتوجهها نحو الخير والسلام. ده ما بقاش سالب صفر، ده بقى موجود على أرض الواقع دلوقتي. بالظبط، للأسف يعني. للأسف. فهم بيقولوا بأهداف سامية جدا عشان يقنعوه أن أنت هتعمل ده عشان توجه للإنسان لفعل الخير وبس. فهو في الأول بيبدأ يقتنع بالموضوع وعايز يغير البشرية للأفضل، بعد كده بيكتشف على مدار العرض أن دي ليهم أهداف تانية، أهدافهم السيطرة على البشر وأن هم يبقوا يتحكموا في البشرية بشكل أكبر يعني. طيب محمود، انت طبعا حائز على جائزة افضل ممثل في المهرجان. اولا دورك فيه، انت شكلك كده كنت عالم الفيزيائي اللي هما كانوا لا طب قول لنا دورك ايه وازاي وكان رد فعلك، او كنت متوقع ان انت ممكن تحصل كمان على جائزة افضل ممثل من خلال العرض؟ لا، هو بس الجائزة انا خدتها منصفة انا وشاهر عبد الرحمن، هو كان معانا في العرض برضو بس هو للاسف عنده شغل فهو ما بيقدرش ان هو يكون متواجد معانا. بس الجميل انه منصفه بس برضه داخل التيم مش في تيم اخر، فدي حاجه حلوه جدا. بنوجه له كل التحيه وبنقول له الف مبروك وكنا نحب طبعا يكون موجود معانا. هو الدور ما كنتش اتوقع خالص ان هو ياخد جايزه، هو الدور صغير شويه في العرض لكن هو مؤثر للدراما. اللي هو دور مين بقى؟ ديفيد، هو قاتل مأجور عنده 27 سنة وقتل. شكلك يدي والله. لا حصل خير. والمفروض ان هو قتل العديد من ذوي المناصب الهامة. فهم الدكتور اداهم مواصفات لاشخاص على مستوى العالم يكونوا موجودين في قلب معمل مختبر فيزيائي عشان يجرب عليهم تجارب في شكل ميتافيرس. عشان يشوف الشريحة في الآخر تأثيرها إيه عليه، هتبقى تأثيرها عامل إزاي. فهو ديفيد ده شخص بيجي، هو أكتر شخص سيء في الكون، مشاعره كلها غلط، تصرفاته كلها غلط، بيتنمر بس، بيأذي بس، بيتعامل بأسلوب حيواني أكتر، مش بني آدم، هو من جواه مش بني آدم. طيب محمود برضو كلمني سريعا بقى عن دورك. أنا بقى العالم. أنت بقى العالم. برضه تنفع الحقيقه، يلبسك بلطو ابيض كده لا الدنيا ماشيه. هو عالم في الفيزياء بيخترع شريحه بتتزرع جوه الانسان بتخليه يفكر في الخير والشر، بتخليه يفكر في الخير وان هو يوصل محاولة منع الشر. بالظبط، ان هو يفكر في السلام والحب وتوصل بالانسان لحاجات احسن، وبنلاقي النتيجة مختلفة في الاخر للاسف. فبيوصل بالنتيجة بتوصل بيه في الاخر ان هو بيتحول لفرد تجارب اصلا. طيب مريم بقى دورك ايه يا مريم؟ هي طفلة يتيمة. كان هو المفروض المنظمة الشريرة دي جايبة كذا بني ادم منهم الطفلة علشان ياخدوا منها الانزيم عشان يقدر يعمل الشريحه. انت احساسك وانت صلاه بدور طفله، هو انت شكلك طفله جدا. لا شكلك تمام يعني مش مشكله يعني، كان دور حلو بس المفروض هم عشان يقدروا يعملوا الشريحه دي المفروض ياخدوا الانزيم من الطفله يعني عشان تقدر تشتغل فتموت. لا مش عايزينك، ربنا يا رب يديك الصحه. انا اتعرفت سريعا منكم لكن هنرجع نكمل معاكم الحوار، لكن هنخرج لفاصل قصير جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. جا
رجعنا مع حضراتكم مكملين معانا ابطال العرض المسرحي سالب صفر في ضيافه 8 الصبح. برحب بيكم مره ثانيه، وخليني بقى اتكلم في الفقره دي عن الكواليس المشاركه في المهرجان وكواليس حصولكم على المركز الاول في مهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء. مش عارفه مين فيكم اللي هيبقى عنده المعلومه، لكن عايز اعرف مين اللي قدم العرض ومين كان صاحب الفكره ان انتم تشاركوا في هذا المهرجان. انا ممكن ابدا وهو يكمل. هو مخرج العرض اسلام خالد، وجه له طبعا كل التحيه. اسلام هو اللي بدا الاول يعني مع اداره الجامعه ان هم يتواصلوا مع مهرجان كازابلانكا علشان يقدموا ان هم يشاركوا في المهرجان، وجات لنا الموافقه بعد ما حصلت مشاهده للعرض. عظيم. وبعد كده بدانا نجهز الورق والبروفات شغاله علشان خاطر الشباب تقدر تسافر وكده. بس ومن اول لما وصلوا هناك بقى ممكن محمود يكمل. بالظبط. قول لي يا محمود، لما وصلتوا هناك اكيد في فرق مشاركه من العديد من على الاقل من الدول العربيه، ما اعرفش ان هو مهرجان على مستوى العالم في مشاركات اجنبيه. بالظبط. طيب كم دوله مشاركه، وشفت اول ما وصلت حسيت بقى بايه وسط المنافسه من جميع انحاء العالم؟ احنا وصلنا اول وفد واصلين هناك بالليل، وبعدين الوفود جت تاني يوم بعد احنا ما وصلنا. كان معانا اسبانيا، كان معانا اندونيسيا، كوريا، ارمينيا، وحوالي تقريبا 6 فرق من المغرب. احنا الدولة العربية الوحيدة المشاركة في المهرجان غير المغرب الدولة المنظمة. كان في فعاليات التعارف، الافتتاح بتاع المهرجان، وبدأنا نتعرف على بعض جروبس كده في الفندق، في اللوبي، في الفطار، الحاجات طبعًا البسيطة دي طبعًا. لحد ما تبادل ثقافي بقى مع ثقافات مختلفة. واروح ليك محمود، ايه العرض من هذه الدول اللي انت بالتأكيد انتوا شاهدتوا العروض كلها طبعًا المشاركة، ايه العرض اللي انت توقفت عنده؟ في العرض بتاع كوريا الجنوبية والعرض بتاع ألمانيا، هو في اصلا وعروض اندونيسيا، يعني كل العروض فيه ثقافات مختلفة في كل العروض. ففي حاجات مختلفة في كل عرض بشوف حاجات جديدة. فكان في حاجات كتير مختلفة جدا وحاجات حلوة كتير. طيب مريم، في عرض معين لفت نظرك، كان في فكرة حلوة لقيتيه مختلف؟ كان عرض ألمانيا. عرض ألمانيا كان بيدور حوالين ايه فاكرة؟ كان بيتكلم عن الـ اسمها ايه، الديمقراطية وبتاع، بس هم كانوا عاملينها بقصة لذيذة قوي. كان عاملينها بطريقة حلوة قوي، مبانش مش بيوصلوا الفكرة اللي هو بالظبط، بس داخل قصة لذيذة وبتاع، والديكور ما كانش كتير خالص، وكان هم عبارة عن 3 أشخاص بس. حاجة حلوة قوي. طب انت كنت متوقعة بقى من خلال العروض واتفرجتي، خفتي؟ كنت متوقعة لا احنا العرض بتاعنا قوي، احنا هناخد مركز، مش هقولك كمان المركز الاول، احنا هناخد مركز، كان عندك توقعات ده؟ بصراحة لا، قلت ممكن اخد جايز، بس ما تخيلتش ان هيبقى المركز الاول يعني خالص. الدرجة دي مش واثقة فينا. لا واثقة فينا كده كده، بس يعني بجد كان في عروض برضه كانت حلوة قوي. مريم بتتكلم براحتها خالص، ممثلة المرأة الوحيدة اللي موجودة النهاردة، فاحنا مدين لها المجال. شكرا. ايوه بالظبط. لا يعني بصراحه كانت في عروض ثانيه بصراحه كانت حلوه ولذيذه، كانت برده بصراحه تستحق يعني. طيب عندكم برده اي حد فيه عنده اي معايير او عنده فكره عن معايير التقييم بالنسبه للعروض كانت ايه؟ برده مش عايزه ابقى سؤال لحد معين عشان لو ما كانش عندك فكره، في حد عنده فكره شويه عن المعايير؟ متهيألي هو معايير التقييم بتبقى على اكتر عرض متكامل في كل العناصر. يعني سواء اخراج او سينوغرافيا اللي هي الاضاءه والديكور والملابس، من اول التاليف، درجات التمثيل، هو معايير التقييم عامه بتبقى درجات وبتتجمع. فهو افضل عرض اللي هو بيبقى افضل في كل عنصر. بس فهي متهيألي هم لجان التحكيم يعني بتقيم بالاساس ده. لما تم عرض النتيجه هل اتذكر من ضمن الاسباب او مسببات الفوز ايه المعايير عندكم، او ايه الحاجات اللي انتوا تميزتوا فيها بشكل كبير جدا في العرض محمود؟ قالوا بعد ما اعلنوا النتيجه، قالوا ان سبب فوز العرض ان العرض حقق المراد من المهرجان. الدوره السنه دي كان اسمها دوره المسرح والجنون. مش تقولوا لنا، ما احنا من الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. هيكملها محمود بس كمل. كان اسم الدوره المسرح والجنون، والتغيير والتجديد في المسرح والخروج بره الصندوق. فالحمد لله العرض كان محقق ده. قالوا كمان فكره الكونتراست اللي حصل ما بين
كل العناصر في العرض، كل الحاجات مسلمه بعضها مظبوط، كل الكاستنج زي حضرتك ما قلتي من شويه ان كل الممثلين اماكنهم مظبوطه. انا بحيي المخرج الحقيقه، لان انا ده يمكن قلته في الفاصل واحنا بنتكلم ان هو فعلا عامل كاستنج يعني بجد بيتكلم عن نفسه، يعني حقيقه اختيارات جيده جدا. الحمد لله. محمود، نفس الموضوع بقى، ايه اكتر حاجه لقيتها متحققه في العرض، او اكتر حاجه فعلا شايف ان هي كانت رقم واحد سبب في فوزكم بالمركز الاول؟ نقطة القوة عندكم. هو زي ما شفنا تغذية الأدوار بالظبط، والصورة على المسرح أصلا، والروح بتاعتنا على الستيج نفسها كانت فرقة معنا جدا. إننا كلنا فاهمين بعض على الستيج، يعني أيا كان اللي حاصل فاحنا فاهمين بعض، فاهمين اللي بيحصل على الستيج. فبس الحمد لله يعني عملنا عرض حلو ودينك كانت ماشيه حلو الحمد لله يعني. طب مريم بقى، بالنسبه لانت بنوته دايما وكمان في كليه عمليه الى حد كبير ومحتاجه مذاكره بشكل كبير هندسيه برضو يعني، فخلينا نتكلم ازاي ان انت قدرتي تعملي ده بجانب دراستك، وبالتاكيد كنتوا تقريبا بتتمرنوا كم، عندكم البروفات كم ساعه في اليوم، كم مره في الاسبوع علشان توصلوا لهذا المستوى؟ هي البروفات كانت كل يوم. كل يوم. والجامعه اخبارها ايه في القصه دي؟ لا كانت تمام عادي، كانت لا كانت مساعدانا الصراحه قوي. كانت مثلا من 4 لـ6 ساعات، وانا كانت مشكلتي ان الوقت بروفات جه في وقت امتحاناتي بس. طب وكنتي بتعملي ازاي بقى؟ لا استاذ اسلام كان مساعدني يعني وقت ما بكون انا فعلا محتاجه ان انا اذاكر، اللي هو المخرج. ايوه. وقت ما محتاجه فعلا اذاكر وبتاع كنت بعرف انظم، يعني ممكن الصبح كنت في البروفات، اول ما اخلص كنت بروح اذاكر وبتاع. في اي تحديات او اي مشاكل واجهتكم؟ لا هي بصراحه جامعه عين شمس وفرت لنا كل الطرق يعني والحاجات اللي احنا كنا محتاجينها، سواء من اول تجهيز الورق بتاع السفر لحد ما الشباب راحت هناك وسافرت ورجعوا بالسلامه. يعني هم اداره رعايه الشباب فعلا كانت واقفه معانا في كل خطوه يعني. بنوجه لهم كل التحيه. واخيرا بقى الخطوات اللي جايه، هل ناويين ان انتوا تكملوا في هذا المشوار، مشوار بقى الفن وكده، ولا هتبقى العملي؟ هو انا دلوقتي طالب في معهد فنون مسرحيه، اتخرجت من جامعه عين شمس وبدرس في معهد فنون مسرحيه، وده الطريق يعني بتاعنا باذن الله. محمود. الطريق ان شاء الله مفيش حاجه تانية. محمود برضه الطريق. مريم اخيرا. لا هوايه في الجامعه بس. هوايه. شكرا، شرفتونا والف الف مبروك، ونتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم العمليه بعد كده. مصطفى طلعت ومحمود توفيق، شكرا لكم والف مبروك. محمود عبد الشافي ومريم محمد، شكرا وشرفتونا. وخلصت حلقتنا، وبكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده و8 الصبح ابدا يومك صح. باي باي.